النهارده بالمناسبه عيد ميلاد شريف اكرامي، احد نجوم النادي الاهلي واحد نجوم الكره المصريه. بنقول له كل سنه وانت طيب يا شريف. لعيب مهم قوي قوي وحارس كبير جدا جدا جدا، ودايما كان بيتالق مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. حارس دولي كبير، لعب كل المنتخبات، منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول، لعب مع النادي الاهلي في الاعمار السنيه مختلفه، احترف بره ورجع ولعب مع النادي الاهلي تاني. حارس كبير جدا، عنده خبرات وشخصيه مميزه، وفي الحقيقه تواجده في النادي الاهلي مهم جدا جدا. ليه؟ لان انت دايما بتحب او بتبقى الخبرات ليها دور كبير جدا في مسيره الفرق. عقليه شريف اكرامي وشخصيته، الاتزان اللي هو فيه يخلي اي حد يتبسط ان هو عنده لعيب بهذا الحجم وبهذه القدرات وبهذه الشخصيه الهامه جدا اللي ممكن الكره المصريه تكون مفتقداها شيئا ما خلال الفتره الحاليه. كل سنه وانت طيب يا وحش افريقيا، وكل التوفيق ليك ان شاء الله للفتره الجايه. ان شاء الله بعد ما ترجع من الاصابه مع النادي الاهلي وتستعيد مسيرتك وقوتك المعروفه عنك ومهاراتك في حراسه المرمى، كل التوفيق لنجم كبير جدا زي شريف اكرامي، كل سنه وهو طيب.